مرحبا براتشي، كنت عم قول يعني. معلش مو هلا، مشغولة شوي، نحكي بعدين. روح يلا روح. استني فهميني، شو هاد اللي عملتي؟ اوعي تعملي هيك موقف مو حلو معي مرة تانية، فهمتي؟ انت موظفة عندي وانا بكون مديرك، واذا بترجعي بتتصرفي. تركي من ايدك واسمعيني لما بحكي معك، بلا هالحركات. حافظك منيح، انا لازم تحترمي اني واقف وعم بحكي، وما بيهمني ابدا شو ما كنتي عم تعملي، المهم بتسمعي اللي بدي اقوله، مفهوم؟ لا، لانه ببساطه ما فيك تجبرني. ولا تنسى اني موظفه بالشركه، وبظن اني بشتغل عند ابوك مو عندك، يعني فعليا انت للاسف ما بتكون مديري. ماشي؟ شو اللي عملته؟ امشي معي. شبيك؟ عفوا المدام عم تنادي لك. وزوجك السابق بده يكون موجود هنيك؟ كيف هيك انا تخربطت اليوم الصبح؟ فارشا قالت لي انه الجائزه رح تتسلم بالمكتب، والمدام قالت انه رح تتسلم بالبيت، ولو كنت عرفانه انه بدي اجي لهون. وكمان بعيد زواج آليا وبوراب كان مستحيل اجي. يا انسه، مين ترك هذا الخاتم؟ ما بعرف. فيك تورجيني المعاملة تبعي؟ لو سمحتي بس بدي أشوف شغلة. بصراحة أنا حابة أني أعرف مين اللي جابني لهون بعد ما عملت الحادث. مدام بسرعة لو سمحتي. شكراً. هو بالاستمارة ذكر حاله أنه بيكون زوجي، وبهذا اليوم وبهي اللحظة عم يحتفل بذكرى زواجه من مرة تانية. والخاتم رح أعطيه لبوراب وروح من هون فورا. مدام استني شهانة، كنت جاي كرمال شوفك. بعرف، واضح شفت نظراتك لديمبي وكيف عم تراقبها. لا مو هيك، أنا ما كنت عم راقبها. عن جد؟ شو كنت عم تعمل؟ بس مجرد تطليعة. ليك أريان، على فكرة أنا كتير دقيقة بهذا الموضوع، وبعرف ميز منيح بين نظرة الاهتمام وعدمه. ماشي، في عندي إلك اقتراح. تاني مرة وقت اللي بتشوفيني عم راقب أي بنت تعالي ونبهيني شو عم أعمل، وأنا جاهز. بس يعني قدام البنت؟ شو بدها تفكر؟ هي رح تفكر إنه نحن رفقات، والرفقات فيهم يتناقشوا ويتخانقوا بأي وقت. نحن رفقات؟ ليش لا؟ يعني نحن مندرس مع بعض وبنفس الجامعة، ومنشوف بعض تقريباً كل يوم. أنت صرتي جاية على بيتي أكثر من مرة، وصرتي جاية على حفلات إلنا كتير كمان، ورحنا رحلة سوا. لهيك ما منكون رفقات؟ إيه صح. بما أنه صرتي تعتبريني رفيقك، معناها واجبك أنك تحافظي على هاي الصداقة كتير منيح. يعني إذا في أي سوء تفاهم لازم توضحي، وما رح كذب عليكي. صحيح أنت شو فكرتي وقت اللي كنت عم أطلع على هاي اللي اسمها ديمبي؟ ولا شي، بس من المعروف إذا الشاب صار يطلع على بنت كتير هذا بيعني أنه هالشاب بيكون عم يفكر بشكل لا مو هيك الموضوع. صح أنا كنت عم بتطلع عليها، بس كنت عم فكر بشي تاني. على فكرة كيف بتفكري إني معجب بديمبي مثلا؟ ليش ما تكون معجب فيها؟ ببساطة ما بتعجبني أبدا، كل حدا فينا له ذوقه بالحياة، بس ديمبي. وانت شو هو ذوقك؟ ذوقي هو إنه البنت تكون حلوة كتير ولطيفة ومهضومة كمان، واللي بتخليني كمان حس بشعور رائع وكتير حلو تجاه أي شيء بالحياة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.